قول يا دكتور دلوقتي انت بعد ما خلصت الجلاكوز خلاص خلصت الجلاكوز المفروض انت في الكابس قول لي بعد ما خلصت الجلاكوز كل كده لا 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 يا إما لك دلوقتي ده كان نتكلم ايه بعد الجلايكوليسيس الكريبس اللاكتيك اسيد يدخل الكريبس لا هو اتكون ايه لاكتيك اصلا عشان ما فيش اكسجين او ما فيش ميتوكوندريا يبقى انا مش هتكلم عن اللاكتيك اسيد خالص اللاكتيك اسيد ده موضوع تاني خالص مش علينا النهارده ده اخر شفت خالص هنتكلم عن اللاكتيك اسيد ده خلاص انا دلوقتي قدامي مين قدام الايروبيك اسيد انا قلت في اول حصه خالص في الجلايكوليسيس الجلايكوليسيس بتحصل فين السيتوبلازم طب الكريبس بتحصل فين قال لك الميتوكوندريا يبقى اذا يا جماعه الجلايكوليسيس والكريبس بيقول لي اذا عشان الكريبس تحصل لازم البايروبيك اسيد يعدي ويدخل الميتوكوندريا خدنا شط البايولوجيتك ان الميتوكوندريا الممبرين ما بيعديش حاجه البرين هو اللي معظم الحاجات اللي موجوده في الجسم ما بيعديش الحاجات اللي خلى البرين ده عشان حاجه تعدي محتاجه ترانسبورتر حاجه تمام خلاص كده هو بيقول لي ان البايروفيت هيعدي من السيتوبلازم للميتوكوندريا باي سبيشال ترانسبورترز ما اتكلمش عنه فبقت معانا ولا شاسه سبيشال ترانسبورتر وخلاص بعد كده يا دكتور قال لي بعد كده لما يدخل البايروفيت جوه الميتوكوندريا ده بطريقه ايه يكون ده مطارين من اتنين هذا البايروفيت كاسد عنده يا إما بيكون مادة اسمها الأسيتايل كولين وساعتها يدخل الكريبس أول خطوة يا جماعة في الكريبس اسمها الأسيتايل كولين البايروفيت لازم يتحول إلى أسيتايل كولين عشان يدخل الكريبس دي الطريقة الأولى يا إما الطريقة الثانية بيقول لي بيكون مركب اسمه أوكسالو أسيتيت اسمه أوكسالو أسيتيت بغض النظر عن الكلام ده كله أنا محتاج أعرف كلمتين بس الحته دي مش هدخل في حصه النهارده بيقول لي يا دكتور انت عندك البايروفيت في الميتوكوندريا بتقسم لطريقين يا اما يكون اسيتايل كولين يدخل الكريبس يا اما يكون اوكسالو اسيتيت ازاي بيكون اوكسالو اسيتيت عشان اخلص منها وارميها وابدا في الحصه الجديده قال لي يا دكتور انت البايروفيك اسيد بتاعك رمزه عامل ازاي قال لي رمز البايروفيك اهو سي اتش 3 او نبدا بالسي اتش احسن سي اتش سي دبل بوند او سي اتش 3 ده مين؟ ده البايروفيك اسيد هيحوله لمركب اسمه اوكسالو اسيتيت ايه رمز الاوكسالو اسيتيت؟ قلت قبل كده في مركب اسمه اوكساليك اسيد رمزه عامل ازاي؟ ده كان الاوكساليك اسيد ومركب تاني اسمه الاسيتيك اسيد كان رمزه عامل كده عشان اكون مركب اسمه ده اوكساليك وده اسيتيك اوكسالو اسيتيت خلي الاثنين يتاخدوا مع بعض ازاي يا دكتور؟ واتش من هنا واتش من هنا كمان ميه ومسك الباب بعض ده الاوكسالو اسيتيت الفرق ما بين ده وده يا جماعه بص كده سي او اتش سي او اتش سي او هي سي دبل بوند او سي دبل بوند او سي اتش 3 بقت سي اتش 2 ماسكه في ايه؟ الفرق ما بين ده وده دخلت يا دخلت يا جماعه مجموعه سي او 2 خدت هيدروجين من هنا حطيتها هنا بقت سي او اتش صح فانا بدخل ايه سي او 2 العمليه دي اسمها عمليه كاربوكسيليشن ده اللي انا محتاجه النهارده الحته دي محتاج العمليه اسمها كاربوكسيليشن يعني ايه كاربوكسيليشن بحول ماده اسمها بايروفيت الى ماده اسمها بس هو ده اللي انا عايزه مرنا نقول النهارده خدنا البيروفيك اسيد عشان ندخله الميتوكوندريا ونعمل كريبس. البيروفيت لما دخل الميتوكوندريا قدامه طريق من اثنين. الطريق الاولاني اهو طريق مالوش لازمه اسمه كاربوكسيليشن. باخد البيروفيت كاربوكسيليشن يديني اوكسالو اسيتيت. ارمي الكلمه دي بعيد خالص. اخر الشابتر هنتكلم عنها. خلاص؟ اللي يهمني بقى الخطوه رقم اثنين اللي هو البيروفيت بيتحول لايه؟ ليه؟ اسيتيك. هذا البايروفيت را
رمز الاسيتيل كو ازاي؟ اسمه اسيتيل كو اي، رمزه اهو سي اتش 3 سي دبل بوند او هاي انرجي اس كو اي. دي الخطوه اللي انا محتاجها، دي كده ندخل الكريبس. ازاي يتكون المركب؟ يقول يا دكتور مبدئيا كده الفرق ما بين ده وده سي اتش 3 سي اتش 3 سي دبل بوند او سي دبل بوند او، وبعد كده فقدت ايه؟ فقدت سي او اتش. بصوا يا جماعه في الكيمياء لما تفقد مجموعه سي او او اتش او تكتسب مجموعه سي او اتش بفقدها وبكتسبها في صوره سي او 2 في صوره ثاني اكسيد الكربون. خلاص؟ اذا كان اللي فات اسمه كاربوكسيليشن فده اسمه ديكربوكسيليشن. طب انت بس شفت سي او اتش مثلا طول؟ لا يا جماعه انا عملت ايه كمان؟ دخلت كوينزايم ايه؟ اسمه كواش. دخل كواش، الكواش رمزه يا جماعه كو اي في مجموعه اس اتش او. هنا الاس اتش فين؟ ادي الاس وادي كوينزايم ايه؟ ناقص مين؟ هيدروجين. طب وهنا انا فقدت برضه هيدروجين، انا عندي هيدروجينتين اشيلهم ازاي؟ قال لي دخل ناد وخرج. يبقى انت يا دكتور طلعت سي او 2 دي كربوكسيليشن وطلعت هيدروجين، يعني اكسبت ولا اختزلت؟ اكسبت. فسميت الخطوه دي يا جماعه حاجه اسمها اوكسيداتيف دي كربوكسيليشن. بعمل اوكسيديشن ودي كربوكسيليشن، اشيل هيدروجين واشيل سي او 2 يتكون المركب اللي اسمه اسيتايكول. هو ده حاسه النهارده ازاي المركب ده عن طريق الانزيم اللي هقوله دلوقتي هيكون لي الشكل ده. الانزيم يا جماعه اسمه ايه؟ قال لي اسمه بايروفيت. عملت ايه في الهيدروجين؟ شلت ولا دخلت؟ شلت بس دي هيدروجينيز كومبلكس. النهارده حصه النهارده اسمها الميكانيزم اوف اكشن في البيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. حصه النهارده حصه صعبه. بيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس صعبه، ركزوا معايا. الانزيم اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، وظيفته بيعمل اوكسيداتيف دي كربوكسيليشن. ليه؟ بايروفيت يكون اسيتايل كول. بصوا بقى ايه اللي هيحصل. اولا الانزيم اسمه هيدروجينيز ايه؟ كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. كومبلكس يعني بيتكون من كذا حاجه. بيقول لي بقى بص اسمع كده الكلمتين دول، بيقول لي يا دكتور الانزيم ده بيتكون من ثلاث انزيمات جواه وبيحتاج خمسه كو انزيم، عشان كده سميته كومبلكس. انا هبدا بالكو انزيم عشان الانزيمات تطلع واشوف هو مين الكو انزيم. قال لي خمسه وبالترتيب، خمسه وبالترتيب. رقم واحد اسمه تي بي بي. مين التي بي بي؟ فاهمين؟ بايو فوسفيت فيتامين انا عايز افهم المعلومات دي راحت فين؟ انا مش بقول اكتب الفانكشن بتاعه الفيتامين بي 1، انا بقول اسمه. فاهمين بايرو فوسفيت كان اسمه فيتامين بي 1 بس هي دي اتكسرت. ازاي فيتامين بي 2 اسمه رايبوفلافين ازاي اتكسرت؟ انت لو عارف ازاي هتحفظ انت عارف ازاي. كمل الكلام. فاهمين بايرو فوسفيت اللي هو فيتامين بي كام؟ بي 1. رقم 2 اللايبويك اسيد. فاكرين اللايبويك اسيد كان اخر واحد خالص في الفيتامينات. خلاص؟ رقم 3 قال لي كواش. كوينزايم فيتامين بي كام؟ 5. رقم 4 و5 انت عارفهم فات ونات. فات ونات بالترتيب كده. لا مش عارفين ان هو فيتامين بي 2 وفيتامين بي 3 بس انت عارف ان هو مين؟ فبيقول لي يا دكتور بيقول لي كل دول هم عباره عن فيتامين بي كومبلكس. فده فيتامين بي 1 سيبك من اللايبوك، ده فيتامين بي 5، ده فيتامين بي 2، ده فيتامين بي 3، فكلهم فيتامين بي كومبلكس. المهم محتاج كام انزيم؟ كام كو انزيم؟ 5 بالترتيب تي بي بي لايبويك وكواش. وانت حافظ الفاتور نوت ثلاثة وريين تي بي بي لايبويك وكواش. خلاص؟ فكرة فين؟ فكرة ان ده
هياخد حاجة يسلمها لده وده يسلمها لده وده لده وده لده. ذلك الترانسبورت تشين كده بس هي أسهل شوية. طيب بعد كده مين هما الثلاثة انزيمات؟ أنا هقول أسبابهم وبعد كده أقول لك احفظهم كده. انزيم واحد، انزيم اثنين، انزيم ثلاثة، لحد ما تروح البيت. انزيم واحد اسمه من اسم ورك. كان اسمه 6 و 8 داي فايو اوكتا نويك اسيد. واوكتا يعني كم كربون؟ 8. اوكتا يعني 8. كويس قوي. 3 4 5 6 7 8 سي او اتش، والباقي كله سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2. في كربون 6 وكربون 8 في مجموعه فايو. فايو يعني فايول، يعني مجموعة اس اتش اهو، اس اتش هنا واس اتش هنا. الليبوك اسيد هنا ارسمه ازاي؟ بص المرسم الكربونات دي كلها ارسمه كده. بص ال يعني ليبوك، في كم مجموعة اس اتش جروب؟ حلو كده؟ بيقول لي دكتور الاسيد ده موجود في صورتين، دي صورة منه. طب الصورة الثانية بيفقد الهيدروجين بتاعه يبقى عامل كده اس واس ماسكين في بعض. مين الاوكسيدايزد ومين الريديوست؟ اللي تحت اوكسيدايزد واللي فوق ريديوست. ريديوست يعني معاه هيدروجين واوكسيدايزد مش معاه هيدروجين. حلو كده؟ دلوقتي خد بالك الكبريت اهي محتاجه ربطتين، عشان كده لما شلت الهيدروجين مسكتهم في بعض. ماشي؟ دكتور اسمي ده لايبوك، اسمي ده ايه؟ هو ايه الفرق بين ده وده؟ ده فيه هيدروجينتين زياده، سميته داي هايدرو لايبوك اسيد. يبقى ده لايبوك، ده لايبوك، وده داي هايدرو لايبوك. صعب. الانزيمات اسمها ايه؟ ده كده اسمه داي هايدرو لايبوك ترانس اسيتايليز. يعني ايه ترانس؟ ترانس يعني ترانسفير بين، واسيتايليز يعني مجموعه استنبول. هنفهم كل ده بس امشي معايا بس بالراحه. الانزيم رقم 3 برضه اسمه داي هايدرو لايبويد دي هيدروجينيز. يبقى انا يا جماعه عندي بايروفيت دي هيدروجينيز وده هايدرو لايبويد دي هيدروجينيز، وفي النص هايدرو لايبويد ترانس استنبول. انزيم واحد، انزيم اثنين، انزيم ثلاثه. بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس انزيم بيتكون من هو كومبلكس، ففي ثلاث انزيمات وخمسه كول انزيم. خمسه كول انزيم حفظناهم تي بي بي لايبوك واش ثلاثة انزيم، واحد واثنين وثلاثة. واحد اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز، اثنين اسمه داي هايدرو لايبويل ترانسستيز، وده هايدرو لايبويل دي هيدروجينيز. بيشتغل ازاي بقى؟ بيقول لي يا دكتور بص بقى الكلام اللي بص الكلام بتاع الكيمياء بقى اسمع كده. بداية ببدا بالبايروفيك اسيد، ببدا بالبايروفيك اسيد. انا البايروفيك هيتحد مع مين؟ مين اول كوينزايم؟ زاد الدي بي بي. هيديني مركب عامل ازاي؟ قال لي يا دكتور في اول خطوه بشيل سي او 2 بنزع سي او 2 انزيم اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز. ايه
مش عليك ستراكشر، ومن غير ستراكشر مش هتفهم حاجه. انا هرسم ستراكشرات نفهم وكده المعادله المكتوبه دي. ركزوا معايا في الستراكشر وما تحفظش ستراكشر، افهم اللي انا بحطه، افهم ان فيه كربونه وفيه هيدروجين بس، ما تفهمش شكل المركب ده جه منين. بايروليك اسيد رمزه عامل ازاي؟ اهو سي او اتش. انا هرسمه بقى مش بالطول، هرسمه بالعرض. سي اتش سي، سي دبل بوند او، سي او اتش. بايروليك اسيد هيتاخد مع مين؟ ما تتخطش من شكل التي بي بي. زائد التي بي بي، هنا التي بي بي. حاله خماسيه، في كبريت عالي ونيتروجين عالي. بس يا بابا. في سي اتش هنا ودبل بوند اهي ودبل بوند اهي. ده التي بي بي. بايروبيك هيمسك فيه. شايفين الكربونه دي اللي انا رسمتها؟ هو هيمسك هنا. ازاي يا دكتور؟ بص في سي دبل بوند اهي. دبل بوند اهي. وفي هيدروجين اهي. الهيدروجينه دي تمسك في الاكسجين وتكسر الدبل بوند. بص بايروبيك اهو. قصدي التي بي بي اهو. النادي بتاع التفاعل. كبريت من الهيدروجينة والسي اتش اي. البيروفيك اهو زي ما هو مرسوم. سي اتش 3. سي دبل بوند او وسي او اتش. بص انا عامل ايه؟ بص عامل ايه؟ الهيدروجينة دي تسيب من الكربون وتمسك مع مين؟ مع الاكسجينة دي. ارسم الاكسجينة تحت. خدت الهيدروجينة حطيتها على مين؟ على الاكسجينة. كون لي مركب. البوند بقت بوند واحد بس كده. الكربون دي ناقصها كام بوند ودي ناقصها كام بوند؟ يمسكوا ببعض. صعبه دي. انا عملت ايه؟ مسكت التي بي بي، مسكت التي بي بي في مين؟ في البيروبيك. ازاي؟ الهيدروجين اللي هنا مسكت في الكربونه وكون لي مركب. حلو. انا ايه هدفي؟ ايه هدفي من التي بي بي؟ ان انا اطلع سي او 2. اطلع السي او 2 منين؟ اهي رسم الرسمه دي كلها وجع دماغكم بالتي بي بي عشان خاطر المركب اللي هيطلع بعد ما اشيل السي او 2. شيل السي او 2 كده بص على المركب اللي فاضل. بص اهو شلت السي او اللي هي السي او 2 طلعت. فاضل مين؟ الهيدروجين اهي. المركب ده شكله عامل ازاي؟ دكتور ده مركب فيه مجموعه سي اتش 3 وفيه مجموعه سي كربونه ماسكه بو اتش. المفروض ان دي سي اتش 2 اصلا. مين ده؟ اللي كان عامل كده. سي 2 اتش 5 او اتش. حاجه ثانوية عامة. اللي هو انت معلش عايز اتنين كحول يا جماعة بناخدها مع الدور. سي اتش 3 او اتش كان اسمه الميثانول. وكحول تاني الكحول الايثيل. ميثانول. لو انا راسم وبقول لك عشان تفتكر حضرتك السي اتش 3 المركب ده يا جماعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن هيدروكسي ايثايل. يسال يعني كربونتين وهيدروكسي مجموعه هيدروكسيل جوه. فسميت المركب ده كله على بعضه ايه؟ قال لي اسمه هيدروكسي. يعني ايه هيدروكسي؟ يسال يعني يسال كربونتين. والمركب ده اسمه ايه؟ يبقى اللي حصل يا جماعه من غير استراكشر خالص البيروفيت اتحد مع التي بي بي وخرج سي او 2 وكون مركب اسمه هيدروكسي يسال تي بي. الانزيم اللي عمل الخطوه دي هو انزيم رقم واحد اللي اسمه بايروفيت دي هيدروجينز. بايروفيت دي هيدروجينز. يعني يا دكتور، يعني يا دكتور من الاخر امسح ده كده كله، امسح الاستراكشرات اللي انت رسمتها دي كلها اهو اهو. بعد كده الشكل اللي عندك بايروفيك اسيد زائد تي بي بي. انزيم اسمه يخرج سي او 2 ويبدا المركب اسمه هيدروكسي ايثايل تي بي بي. المعادله كده واضحه بس من غير الشكل اللي فات. هيدروكسي ايثايل جه منين؟ انا مش بقول لك اعرف الهيدروكسي ايثايل جه منين. ليك انت عشان انت بتذاكر ما بقاش ضميرك يكلمك يقول لك هو انت بتحفظ وخلاص؟ هو انت داخل الطب بتحفظ وخلاص؟ اه انت داخل الطب بتحفظ وخلاص بس برضه افهم على قد ما تقدر. أنا واحد اللي فيه سايكل ولا عادي؟
CH3 سي دبل بوند مو سي واتش ده بايروفيك ده رمز البايروفيك اسيد CH3 سي دبل بوند او سي او اتش ده البايروفيك كحول سي 2 اتش 5 كحول سي 2 اتش 5 او اتش ده الكحول ليس جه منين؟ ما هو انا هذا لما رسمت التي بي بي كده اسمعوا معايا يا جماعه اسمعوا معايا لما رسمت التي بي بي اللي ماسك يمين اللي ماسك البايروفيك اسيد ده البايروفيك هنا اهو هنا في او اتش وهنا في سي اتش 3 وهنا في سي او اتش عملت ايه؟ طلعت سي او 2 اهو سي او 2 طلع فاضل ايه هنا؟ دي كام كربون؟ اثنين وفيها مجموعه هيدروكسيد جروب شبه مين؟ الايثايل مش ده ايثايل يعني كربونتين ومجموعه هيدروكسي سميته هيدروكسي ايثايل تي بي بي بفكرك بده بده عشان تفتكر ماشي الكلام؟ عايز اسالك سؤال بصراحه في المذكره احنا قلنا جلايكوليسيز في صفحه فيز 1 وفيز 2 وما بينهم في صفحه كده وش وظهر فيها ستراكشرات حد بص عليها بس بسرعه ماشي يعني هي ملهاش لازمه يعني لا اصل انتوا قلتوا لي ديفو انت اللي قلتوا عايزين يا دكتور الاستراكشر اصلا اللي عايز يبص يبص المفروض يعني طب بصوا يبقى اول خطوه خالص كان فيها انزيم واحد ايه اللي حصل في انزيم واحد؟ ها؟ بايروفيت زائد تي بي بي في وجود يخرج تون حلو كده المعادله رقم 2 هيجي الهيدروكسي ايثايل تي بي بي نادي الدفع يمسك مع انزيم رقم 2 الكو انزيم رقم 2 طيب هو كل ورمزه عامل ازاي؟ ال اوكسيدايز ولا ديوست ولا قلت غير هيدرو ولا قلت لايبوك يبقى اوكسيدايز بصوا بقى الخطوه دي كمان ده التي بي بي اللي هو اسمه هيدروكسي ايثايل تي بي بي كبريتها هنا النيتروجين هنا وعندي كربون هنا بص بيقول لنا دكتور البيروفيك اهو الهيدروكسي ايثايل كربون اهي وفي او اتش هنا واتش هنا وفي سي اتش 3 اسمع مني بقى الكلام اللي هيحصل دلوقتي بيقول لي يا دكتور الخطوه دي هطلع التي بي بي من خلاص خط الوظيفه بتاعته اللي هو بيشيل سي او 2 عايز التي بي بي يخرج طبعا عشان يخرج لازم يخرج زي ما دخل هو لما دخل اداني ايه؟ اداني هيدروجينه كانت موجوده هنا هو دلوقتي بيحتاج مني ايه؟ ياخدها منين؟ قال لي عندك هيدروجين اهي خدها واخرج تي بي بي عدد تي بي بي خرج اهو بالليل تي بي بي حلو فاضل ايه؟ المركب ده هيمسك هنا حلو برضو حلو الهيدروجين دي طارت خلاص فاضل المركب ده كده انا هحط ده على اس من الاثنين دول يبقى انا هعمل ايه في البوند دي؟ هكسر يبقى كده دي محتاجه بوند ودي محتاجه بوند انا بقول لك واحد منهم هياخد المركب ده يبقى دي كده مشكله هتحلت خلاص هتاخد المركب طب دي محتاجه ايه؟ محتاجه هيدروجين تاخده منين؟ قال لي بص المركب اهو خد الهيدروجين واديها لمين؟ للكبريت فتبقى عندي يبقى بص انت كسرت من هنا فاضل عندك سي واكسجين تبقى دبل بوند فبص هاي انرجي سي دبل بوند او سي اتش سي ليه رسمت دبل بوند؟ بس ليه ثايوستر؟ انا قلت كبريت وسي دبل بوند ثايوستر بوند هاي انرجي بوند انا عملت ايه تاني؟ المركب اهو فيها هيدروجين هنا اهي واتش تحت اهي محتاج هيدروجين المركب ده عشان يخرج زي ما هو خد الهيدروجين دي ال ال ماسكه في الاس والاس ماسكه في بعضها هكسر البوند دي محتاجه حاجه ودي محتاجه حاجه المركب ده كله هيمسك هنا طب والاس اللي فوق محتاجه هيدروجين اجيبها منين؟ اهي فاضل عندك سي دبل بوند حط السي دبل بوند على الكبريتا سي اتش 3 مين ده؟ ده مين؟ ده عباره عن سي اتش 3 سي او اتش
ده مين؟ ده الاسيتيك يا اسطى، ده الاسيتيك. خدت الاسيتيك حطيته فين؟ ده مين؟ ده مين؟ ده الداي هيدرو لايبوك. عشان كده يا جماعه الناس مسميته داي هيدرو لايبويل ترانس اسيتايليز. ليه نقطة ترانس اسيتايليز؟ ما هو ترانس يعني بدل، هو اسيتايليز يعني مجموعة اسيتايل جروب. حطيتها فين؟ على الداي هيدرو لايبويل. واحدة واحدة، احنا الحصة بتاعتنا كلها ميكانيزم اوف اكشن. المهم نخرج من الحصة الميكانيزم خلصان. هوريك دلوقتي يا مارك. بص تاني ايه اللي حصل؟ تاني ايه اللي حصل؟ هرسم الرسمة تاني وبعد كده هكتب المعادلة. بيقول لي يا دكتور، بيقول لي يا دكتور، بيقول لي خرج التي بي دي يا مارك. التي بي دي يا مارك. الهيدروجينة دي ماسكة في مين؟ عندي او اتش اهي و اتش اهي و سي اتش 3 طبعا بعد ما خرجت سي او 2 ده مين؟ الهيدروكسيميثايل تي بي بي. هعمل ايه؟ هخرج التي بي بي وادخل مين؟ ازاي؟ قلنا الهيدروجينة دي ياخدها التي بي بي ويخرج تي بي بي. خلصنا منه. الهيدروجينة دي هديها للاس دي عشان اكسر البوند فتبقى اس اتش. وبعدين بقيه المركب اللي فاضل ده، ده كده اللي فاضل احطه هنا اهو. هاي انرجي بوند السي دبل بوند اهو، اهي السي دبل بوند اهو. ماسكه في ايه؟ ماسكه في سي اتش اس. مين ده؟ ده الاسيتايل جروب. عشان كده سميت الانزيم داي هايدرو، داي هايدرو لايبويل ترانس اسيتيز. صعبه؟ التي بي بتاعت مين؟ البوند الكربونه بتاعت مين؟ بتاعت التي بي ولا بتاعت الاستايل؟ ما انا اديته الهيدروجينه دي وخدت الهيدروجينه دي اديتها لمين؟ دي كلها خطوه واحده، دي كلها بتحصل في نفس اللحظه. انا بشرح لكم بالراحه. يعني الهيدروجين دي هتقوم من فوق والهيدروجين دي تقوم من الاس وده يمسك في ده، كل ده في ثانيه، في جزء من الثانيه. حطينا الاس دي، الاس دي، وفي نفس الوقت الهيدروجين دي خليتها مين؟ الاس اللي جنبي. خلاص كده؟ اكتب المعادله دي بقى في صوره كتابه. في صوره كتابه هنكتبها ازاي؟ امسح ده، امسح خالص، اكتب بقى معايا. قول لي يا دكتور انزيم رقم 2 مين الكوينزيم بتاعه؟ الكوينزيم التاني مين؟ يقول لي اهو انزيم 2 اللي هو اسمه الداي هيدرولايبويل ترانس اسيتايليز هياخد مين؟ ده الناتج هيدروكسي ايثايل تي بي بي زائد مين؟ اللايبويل في وجود انزيم اسمه داي هيدرولايبويل ترانس اسيتايليز يوم كون ايه؟ طبعا التي بي بي هيخرج، تي بي بي هيخرج ويكون لي ايه؟ اسيتايل لايبويك او لايبويد. يعني ايه؟ يعني لايبويك اسيت عليه اسيتايل. صعبه دي؟ يبقى انا بعد ما كونت الهيدروكسيتايل تي بي بي جبت اللايبويك اللي هو رقم 2 حطيته على او خدت الاسيتايل حطيته على اللايبويك وكونت حاجه اسمها اسيتايل لايبويد. بصوا يا جماعه لو انت حافظ دول، لو انت حافظ الترتيب ده الموضوع خلصان. اللي هم مين؟ تي بي بي لايبويك كواش فاد ونت. بدات بالتي بي بي كونت هيدروكسيتايل تي بي بي، دخلت اللايبويك طلعت التي بي بي وكونت اسيتايل لايبويك. هدخل مين بعد كده؟ بصوا الخطوه اللي بعديها معايا كلكم اسيتايل لايبويك زائد مين؟ كواش. هيطلع مين؟ هيطلع مين؟ هو هيطلع اللايبويك، بس قبل اللايبويك هيطلع اسيتايل كو اي. ده ناتج المعادله اصلا اللي هيدخل الكليبس زائد مين؟ زائد الدار هيدرو لايبويك اسيد. ازاي يا دكتور؟
انا كل ما اكتب معده جديده برجع اكتبها من الاول تاني. يا رب تثبت، يا رب بعد ده كله تثبت. بيقول يا دكتور، بيقول يا مجد بصوا يا بيقول انت معاك اللايبوك اسيد اهو اس اتش، وهنا في مين؟ اس هاي انرجي بوند سي دبل بوند او سي اتش 3. ده مين؟ ستايل لايبويد زائد مين اللي هيدخل؟ اس كويش. انا الكويش زي ما انت شايف كده ان الكويش فيه مجموعه اس اتش جروب. حلو، بصوا اللي هيحصل ايه. بص سي اتش 3 سي دبل بوند او دي هتتنقل لمين؟ الكواش. ازاي يا دكتور؟ اهو سي اتش 3 سي دبل بوند او هاي انرجي اس كوي. انت عملت يا دكتور سي اتش 3 سي دبل بوند او هاي انرجي اس كوي، شلت الهيدروجين دي وخدت ده حطيته عليه. طب الهيدروجين دي راحت فين؟ وديتها فين الهيدروجينة؟ منها بتدخل الهيدروجينة فين؟ كواش كان فيه اس اتش جروب، حطيت الاستايل كو اي وحطيت الاستايل على الاس كو اي ده، فضل الهيدروجين. الهيدروجينة دي راحت للكبريت فبقت اس اتش واس اتش. كده خلصت خلاص، كده خلصت. ليه يا دكتور؟ اصل بعد كده هاجي على المركب ده اللي فيه هيدروجينتين، اخد منه الهيدروجينتين احطهم على الفاد، الفاد الاول، وبعد كده الفاد ياخد الهيدروجين الناد ياخد الهيدروجين من الفاد ويتحول لهيدروجين بس. بعد ما كونت الاسيتايل لايبويد هيتحد مع الكواش، ايه اللي يحصل؟ قال لي الهيدروجينه دي، الهيدروجينه دي تروح للاس دي وتكون الاس اتش، ودول دول كده يروحوا على مين؟ على الكواش، يكون الاسيتايل لايبويد. ده ناتج التفاعل زائد مين؟ المركب ده. المركب ده خط رقم 4 وخط رقم 5، قال لي ال اللي ماسك الاس اتش واس اتش زائد الفات يوم يديني ايه؟ زائد مين؟ بعد كده هاخد الفاد اتش 2 زائد النات بلس يديني نات اتش بلس اتش. الدنيا كلها على بعضها تفاعل من الاول لاخر بينزيماتي. عشان بعد كده خلصت بيقول لي يا دكتور، يا دكتور هتبدا بحاجه اسمها من الاول خالص. هو ايه هدف المعادله؟ ايه هدف المعادله اصلا؟ بايروبيك بيتحول الى ايه؟ ستايل كوي، وبيخرج سي او 2، وبيخرج كمان ناد اتش بلس اتش فينا ناد بلس. الانزيم اسمه بايروفيك دي هيدروجينيز كومبلكس. حلو كده؟ من الاول خالص ايه اللي حصل؟ نبدا استراكشرات ولا نبدا معادلات؟ معادلات. بيقول لي اول حاجه دكتور تبدا بيها البايروفيك اسيد زائد مين؟ التي بي بي. وطبعا التي بي بي موجود في انزيم رقم كام؟ اللي هو اسمه سبعة وسط. يكون لي مركب اسمه هيدروكسي ايثايل تي بي بي. ده انزيم رقم واحد. الخطوه اللي بعديها هيجي لي انزيم رقم اثنين هيدروكسي ايثايل تي بي بي في وجود انزيم اسمه دار ترانس اسيتايليز. يوم ياخد الهيدروكسيتايل دول يحطهم على مين؟ على الليبوم، فيخرج ويكون لي حاجه اسمها اسيتايل لايبويد. الخطوه اللي بعديها الاسيتايل لايبويد زائد كواش. هل احط دلوقتي انزيم ثلاثه؟ انزيم ثلاثه اسمه ايه؟ اسمه دايهايدرولايبويل دي هيدروجينيز. ده مكانه؟ لا مش مكانه. زائد الكواش يديني ايه؟ ستايل كوي. حلو قوي. زائد مين؟ داي هايدرو لايبويك اسيد. كده خلاص طلع الستايل كوي اللي كان موجود في الفعل ده. لسه مين؟ لسه ما بيتش بلس اتش. هاخد مين؟ الداي هايدرو لايبويك اسيد زائد الفاد الانزيم اسمه الدايهايدرو لايبويل دي هيدروجينيز. يكون لي
فاد اتش 2 زائد الليبوميك اسيد بس اللي هو الاوكسيدايزد يعني، وبعد كده الفاد اتش 2 زائد النات بلس يديني فاد زائد نات اتش بلس اتش. شتي واقفين شتي واقفين، في حاجات في المنهج، في حاجات في المنهج طلبه كتير بتنفضها، يجي على حاجه زي كده يقول لك دي صعبه مش مذاكرها. الكلام ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ احنا كلنا زي بعض، يعني ماركو مش اذكى من ميرنا، وميرنا مش اذكى من ماركو. انتوا كلنا كلنا دخلنا كليه الطب، كلنا بنفهم وكلنا بنعرف نحفظ وكلنا بنعرف نذاكر، بس الفرق في واحد بيقعد يذاكر وواحد ما بيقعدش يذاكر. انت فهمت وانا متاكد ان انت فهمت، فهمت بنسبه 2%. لو ما ذاكرتش ال 100% دول هيبقوا 0% من غير مبرر. كلنا زي بعض. انا لما بشرح مش بشرح لناس وبسيب ناس، انا بشرح لكل الناس وببداها من تحت خالص من الزيرو ومن تحت الزيرو كمان عشان خاطر الناس كلها. يا ريت لما نذاكر كلنا نذاكر كل حاجه، ما يقولكش ان السؤال صعب سيبه، هيجي هيجي ومش هتحله. طب ليه؟ ما انت كده كده عرفته. بصوا انا هعمل ايه دلوقتي؟ لو جالي السؤال ده في الامتحان انا محتاج اكتب حاجتين، هكتب الكلمتين دول وهكتب دياجرام الاستراكشر. الدياجرام من غير الاستراكشر كلمات يعني. يعني ايه يا دكتور؟ بص معايا الاستراكشر بيترسم ازاي؟ عشان في ناس كتير بتلخبط الدنيا. دياجرام انا بدات منين؟ بصوا معايا ركزوا، بدات بايروفيت زائد مين؟ هيتحدوا مع بعض صح؟ بص كده بعمل ايه؟ سهم اهو وسهم اهو اتحدوا مع بعض، طلع طلع CO2 مكون لي مركب اسمه هيدروكسي ايثايل تي بي بي. ده هيتحد مع مين؟ بص انا تحت اكتب المركب اللي هيتحد معاه برضه تحت مش هكتبه فوق. يعني ايه؟ هيتحد مع ايه؟ لايبوريك اسيد اهو لايبوريك اسيد. بص ايه اللي عملته ده؟ هيدروكسي ايثال تي بي بي اتحد مع ده، فالتي بي بي خرج زي ما دخل وكون لي مركب اسمه اسيتايل لايبوريت. صعب كده؟ الخطوه اللي بعديها مين اللي هيدخل؟ الاستايل لايبوريت. خلصت فوق كمل فوق، هيدخل كواش. خد بالك ان السهم ما ينزلش على هنا. ليه يا دكتور؟ بس اللي هيخرج دلوقتي هيخرج ال اس اتش واس اتش اللي هو الداي هايد واللايبورك مش اللايبورك. الكواش طلع لي ستايل كوي. ده ناتج من التفاعل وده ناتج من التفاعل. خلاص؟ ال اس اتش ده هيدخل عليه مين؟ على الفاد. بصوا بقى الفاد اهو. فاد اهو. هيدخل على ده. فاد دخل على ده. هنتحول الى لايبورك وخدت الهيدروجين على فاد اتش 2. بعد كده مين هيدخل على الفاد؟ الناد بلس. فالفاد يتحول الى فاد اتش 2 والناد يكون ناد اتش بلس اتش. ايه اللي انا عملته ده؟ قلت عملته ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الناس دي لما ترسمها تحس ان انت عملت انجاز. انت حققت الناس اللي قدامك. لو الدكتور مش مشكلة بقى لازم ايه؟ سهل سهل على رسمك. بس انت هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ اسمعوا اسمعوا حاجة اتعلمناها في الكلية دي. الدكتور اللي بيصحى في دكاتره كتير عندهم مرض نفسي عندهم عقده جواه اللي هو ازاي انت الراجل ده 5 من 5 في السؤال؟ ما ينفعش. بيعمل يجي يبص على السؤال كده تلاقي الراجل ده حلل وكاتب المعادلات كلها صح يقوم يديله 4.5 من 5. ده حل تبك ده البيرفكت يديله 4.5 من 5. اللي بعديه 4.5 اللي بعديه زي 4.5 4.5 4.5 4.5 لحد ما يجي على واحد كاتب الرسمه دي وكاتب الكتابات تحتيه يقول لك الراجل ده كاتب احسن من اللي فات يديله 5؟ لا بيعمل ايه؟ يديله 4.5
ويرجع يجيب اللي فاتوا كلهم أربعة 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 أربعة. فاهم؟ في ناس فيكم كتير عملت تظلمات السنة اللي فاتت. حل السؤال تمك تمك زي ما مكتوب في الكتاب، واخد 7 من 10، واخد 3 من 5. ليه؟ من حل تمك يا دكتور، حل زي ما مكتوب في الكتاب بالظبط. أنت عايز تكتب تاني؟ في دكاترة كده، في دكاترة كده عندهم مرض نفسي. واحنا بنقول انت اللي بتكتبه في ايدك في الامتحان بتكتب درجتك في ايدك. انا ما بسيبش حاجه للصدفه، ما بسيبش ان الدكتور ده قلبه طيب فيديني درجه زياده، والراجل ده قلبه مش طيب فينقصني درجه، لا انا بكتب اللي يخليه غصب عنه يديني درجه. ما بسيبش حاجه للصدفه، انت كده عارف ايه اللي مكتوب هنا. الكلام ده مش صعب، الكلام ده مش صعب. تاني الاستراكشر. تاني الدياجرام ده ببدا بايه؟ ببدا بايه؟ بيروفيك ومين؟ تي بي بي، يتحدوا مع بعض كده هم، يخرج سي او 2 ويديني الخطوه اللي بعديها. ما ده بقى تحت، هزود الماده تحت اليمين لايبوك اسيد برضه بنفس الطريقه اهو. تي بي بي يخرج ويكون لي ماده اسمها اسيتايل لايبويت. الاسيتايل لايبويت يدخل له مايني فوق، اكتب فوق كواش يتحدوا مع بعض ويخرج اسيتايل كوين، وهنا يخرج حاجه اسمها الداي هيدرو لايبويت اللي بيدخل عليه فاب. هذا الفاب اهو يدخل عليه. بص 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 اهو، مش كده؟ اهو هذا الفاد يخرج الفاد اتش 2 يدخل له ويخرج صعبة دي. فين اماكن الانزيمات ده يا جماعه؟ هو الانزيم اللي اسمه البايروفيت دي هيدروجينيز بيشيل ايه؟ اول واحد اهو ده هنا كده بايروفيت دي هيدروجينيز. على فكره في كتب كتير كتب كتير ما بتكتبش بايروفيت دي هيدروجينيز، بتكتب بايروفيت دي كاربوكسيليز. ليه دي كاربوكسيليز؟ اصل هو بيشيل سي او 2 مش بيشيل هيدروجين، صح؟ كتب كتير كاتبها بايروفيت دي كاربوكسيليز، كتب تكستات كبيره، بس في برضه كام تكست كده كاتبين ان هو بايروفيت دي هيدروجينيز. فاحنا ماشيين زي الكتاب بتاعنا وزي التكستين اللي كتبوا كده بايروفيت دي هيدروجينيز. الخطوه اللي بعديها لما دخلت لايبوك الانزيم اسمه ترانس اسيتايلز. طب الخطوه دي لما بدخل الكواش بكتب الانزيم هنا، امال بكتبه فين؟ اللي بيشيل هيدروجين ها؟ داي هيدرولايبويل دي هيدروجين بتاع الفات. خلاص؟ حد ما يقول لي كده هكتب ايه تحت الرسمه دي؟ هكتب ايه المعدات بقى؟ هقول له رقم واحد. اول حاجه انزيم رقم واحد اسمه بايروفيت دي هيدروجين. البايروفيت زائد التي بي بي هيديني سي او 2 زائد هيدروكسي تايب تي بي، وانا استعمل انزيم اسمه بايروفيت دي هيدروجين. رقم اثنين، انزيم رقم اثنين قال لي اسمه الهيدرولايبويد ترانس اسيتايليز، بياخد الهيدروكسي ايثايل تي بي بي زائد مين؟ يديني ستايل لايبويد ويخرج تي بي بي. الخطوه اللي بعديها ستايل لايبويد زائد الكواش يديني استاكو ايه و الهيدرو لايبويك اسيد. رقم ثلاثه، انزيم رقم ثلاثه الهيدرو لايبويد زائد الفاد يديني فاد اتش 2 ولايبويك لوكسفايد. اخر حاجه خالص نادي تدخل على الفاد ودي نادي اتش بلس اتش والفاد يبقى فاد بس. مين ما وصلوش؟ مين ما وصلوش الفكره دي؟ كلكم فهمتوا يعني؟ مش فاهم هو عادي. الرسمه دي لما تكتب المعادلات تقدر ترسم الرسمه دي كده كويس، بس الفكره كلها في ايه؟ في اتجاهات الاسهم دي. خلاص؟ وانا قلت لك حاجه يا مروه، لما تبتدي فوق كمل فوق، لما تبتدي تحت كمل تحت، وهكذا. اخر حاجه في الحصه بتقول لي يا دكتور ايه الريجوليشن بتاع الانزيم؟ السؤال الاولاني يا جماعه، هو الكتاب ده ريفيرسبل ولا اير ريفيرسبل؟ ده واحد من اير ريفيرسبل. ده الريفرسبل الريفرسبل. خلاص الانزيم اللي كان شغال في التفاعل ده اسمه ايه؟
بايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس. ازاي بعمل له ريجوليشن؟ انتوا عارفين انا مش هقول كلام جديد، والله ما هو كلام جديد. بص بص بص، يقول لي دكتور البايروفيت كان بيتحول ليه؟ ليه؟ وبيخرج CO2 وبيدخل NAD بلس ويخرج بنزين اسمه بايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس. زي ما قلت قبل كده انا اللي انا عندي التفاعلات بتاعتي في حاجات بتعمل ستيميليشن وحاجات بتعمل انيبيشن. انت عارف من غير ما اقول، اول حاجه الماده الداخله في التفاعل هي مين بقى هنا؟ بايروفيك اسيد. لو قلت لك يا ماركو ناد بلس يمشي مش ناد داخل، لو قلت لك الكواش يمشي هو برضه داخل في التفاعل. طيب رقم اربعه اللي هي الهرمون، مين الهرمون اللي يعمل ستيميشن هنا؟ من بكسر الجلوكوز يبقى انسولين. رقم خمسه الطاقه، اي ام بي ولا اي تي بي؟ مش الاي ام بي هي نفسها الاي دي بي؟ هي نفسها الاي دي بي، هما الاثنين يعني مفيش طاقه. طب تيجي نبص الناحيه الثانيه كده، مين بيعمل انيبيشن؟ الخارج من التفاعل، مين اللي خارج؟ طيب كوي كوليسترول كوي كان بيعمل انيبيشن في انزيم ثاني؟ بايروفيت كاينيز ستيل كوي او ديك كاينيز هي ولا مين؟ رقم اثنين لو هنا ناد بلس يبقى هنا ناد اتش بلس اتش بلاش السي او 2 وبلاش كواش كده خلاص. والهرمون انشكت بروكاجوريا ليه مش وقت؟ بس هو صح. رقم ثلاثه فاضل مين؟ الاتيل اللي هو وجود مين؟ وجود الطاقه. حلو ده؟ فين المادة المميزة؟ المادة المميزة قال لي هتزود رقم ستة كالسيوم ومغنيسيوم. افتكرتها فقط، ما افتكرتهاش ولا كانها موجودة. كيف أول أربعة ولا خمسة دول؟ وثلاثة هناك حلوين حلوين. خلاص؟ اسمع بقى السؤال ده كده. بقول يا دكتور هو أنت عندك كام نوع من البايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس؟ من حيث الأكتيفيتي، من حيث النشاط. نوعين، يا فوسفوريتد يا دي فوسفوريتد. مين الأكتيف ومين الأكتيف؟ فوسفوريتد اكتف ولا اناكتف؟ فوسفوريتد اناكتف. ليه؟ احنا قلنا الاكتف هما اتنين فوسفوريتد وبايروفيت وسوري الهرمون سيستيف لايبيز. فاي حاجه في المنع، اي حاجه في المنع، اي انزيم في المنع لما اشيل منه فوسفيتا يبقى اكتف، لما احط له فوسفيتا يبقى اناكتف. ما عدا اتنين، لما احط لهم فوسفيتا بيشتغل فوسفوريتد وهرمون سيستيف لايبيز. كل مره نقعد نقول خلاص. اسمع انا هكتبه في الامتحان، لو جاي السؤال ده بتاع الانفليشن ممكن اكتب ايه؟ يقول لي دكتور انا عندي نوعين من الزين، يا اما فوسفوليتد يا اما دي فوسفوليتد. الدي فوسفوليتد هو الاكتف فورم، والفوسفوليتد ده ان اكتف فورم. وبعد كده هكتب له المواد اللي بتعمل ستيميليشن والمواد اللي بتعمل انفليشن، مين ستيميليشن كذا وكذا وكذا، مين انفليشن كذا وكذا وكذا. لا مش محتاجين لان مفيش اكسجين مش هيحصل احسن تفاعل مع المناخ، مش هوصل هنا. بصوا الكلمه دي، هو يا دكتور في الشغل تدخل يقول لك ازاي دول بيعملوا ستيميوليشن وازاي دول بيعملوا انهيبيشن. هو انا مش بقول ان البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس لما احط له فوسفيتا بيقف بيقف، هو الانزيم اللي بيحط فوسفيتا اسمه ايه؟ كاينيز. وفي الحاله دي اسمه ايه؟ بايروفيت دي هيدروجينيز كاينيز. يضيف فوسفيتا هنا فيحول له انكتيف. فبيقول لي لو انت بتعمل انهيبيشن تبقى الحاجات دي هتعمل ستيميليشن في مين؟ في البايروفيت ديهيدروجينيز كاينيز. الشكل ده يحط فوسفيتا انكتيفيشن. لو انا بعمل ستيميليشن، لو انا بعمل ستيميليشن الحاجات دي تعمل انهيبيشن في ده فده يشتغل. خدتوا بالكم انا بقول ايه؟ بقول لما احط ده فوسفيتا بيقف. لو بيحط فوسفيتا حاجه اسمها بايروفيت ديهيدروجينيز كاينيز. كاينيز لما يشتغل يوقف الانزيم ده. الحاجات دي بتعمل انهبيشن في الانزيم، يبقى تشغل مين؟ بايروفيت ديهيدروجينيز كاينيز. الحاجات دي بتشغل ده فتعمل انهبيشن في ده. ده عشان خاطر الامتحان الشفوي والام سي كيو. لكن لو كتبت هكتب الكلمتين اللي كتبتهم دول. ماشي؟ ماشي؟ يا رب يا رب. يا جماعه من غير مبالغه
دي ما تتعملش حصه، انت لازم ما تفعكش اوف البيروفيت هيدروجيز كومبلكس ما تتعملش حصه. انا عملتها حصه ليه؟ عشان خاطر كل الناس تذاكرها، سواء كنت بترتب ولا ما ترتبش، سواء هيتذاكر. ممكن حد يقول لي الميكانيزم اوف اكشن عشان تمشوا؟ قول يا منى كده قول تفاعل. قول تفاعل. اسمع بتقول ايه؟ بايروفيت بيتحرك مع تي بي بي، هو دي اسمه؟ بايروفيت دي هيدروجينز ويديني سي او 2 بيكون ماده اسمها هيدروكسي ميثايل تي بي بي. الخطوه اللي بعديها ثواني يا منى، الخطوه اللي بعديها ميثايل تي بي بي اتحد مع اللايبول، الانزيم اسمه هيدروكسيلايبول ترانسلايز، يكون لي حاجه اسمها عملت ترانسلايز يبقى اسيتايل لا اسيتايل لايبويز، ذاكرت لايبول يبقى اسيتايل لايبويز بيطلع تي بي بي هيدروكسيلايبول تي بي بي ولايبول يدينا استاذ لايبويز ويخرج التي بي بي. الخطوه اللي بعديها دخل عليه كواش، قرب لي استهلكوا ايه؟ فين؟ الهيدرو لايبول كانسر. في انزيم؟ ما فيش انزيم. الخطوه اللي بعديها انزيم رقم ثلاثه هياخد الاول الى الهيدرو لايبويد زي الفات. انزيم اسمه؟ لايبويد دي هيدروجين يكون لي فات اتش 2 وايه؟ ولايبول كانسر اللي هو الاكسيدايز. اخر خطوه خالص فات اتش 2 نت بلس يديني فات اتش بلس اتش زائد مين؟ زائد الفات. اهو قلت له في امتحان جاي هيبقى في السؤال ده. صعب مذكرة بقى كده بسرعة. ايه؟ صفحة 14.